سيدتي سادتي، مرحبا بكم. عدد جديد من برنامج جديد سوني نجاوبك. وضيف الحلقة اليوم هو الدكتور عفوا مزكوش عفاك صافي صافي دكتور سمعينا، كنعتذروا من تلسين المشاهدين، هذه في واحد الحالة ما تنقولوش كله مزكوش كنعتذروا استاذنا ديالو. عندي بعض الأسئلة ليك أستاذ دكتور، ولا دكتور أستاذ، كنخاف نقولك لا ما تقولش صافي كنعتذر. عندي ليك بعض الأسئلة بغينا نسولك وانت جاوبنا. مرحبا. واخا أنا هذا كنعاني منه شخصيا، أنني فاش كنكون ناعس وكنوض كتشدني الدوخة، ما عرفتش السبب. شحال علامات الحمل ياك؟ إيه ايه ممكن. بغيت نسولك على السؤال الاخر دكتور، علاش جنون البقر كيضرب البقر؟ هذا سبب اسئله الحمير. ايه شكرا. بغيت نسولك دكتور، وبيني وبينك سول كنجي خارج الحومه وكتبان لي واحد الساطه وكتشوف فيها وكتقطعها، ما يكونش هادشي جاي من الحب؟ واش عرفتي هاد الهبيل واش كتضحك معاك ولا كتضحك عليك؟ واش انت مسطي؟ قالت لي الوالدة وما تقطعش. دكتور عندي واحد المشكلة نفسية اخي دكتور. انا دكتور كنكون ناعس وكنحلم راسي في البحر، كنغرق في البحر. عاود كنكون ناعس وكان نحلم راسي كنعوم في البحر وكنغرق فيه، ما يكونش هالشي بحر الحب؟ كم بأنك كتعاني من جمول صافي لا إرادي. تفرشناج أستاذ تفرشناج أنت واحد الحاجة بغيت نديرها أستاذ، بغيت نتشاور معاك. شكون هي؟ بغيت نتزوج، بغيت نقول للواليد ما حشمت اش بان لك ندير. ما تحشمش ما كيصوروش. لا غير دوي دوي ما تحشمش. ها سهلة، غادي تمشي عند باك ثلاثة ديال المراحل تقول للواليد بغيت نهضر معاك بغيت نتزوج. سهلة ولكن الوالد ديالو كان شافك انك مستعد للزواج ومأهل، ها هو اللي غيقولها لك. علينا سمعنا نزولك أستاذ. شغل واش ما حاولتيش تخترع شي لقاء غيظ كورونا؟ كنحاول نختار لقاح ضد من لا يعرفون الفرق ما بين الضاد والضاء الضبع. ياه هذا السؤال محيرني، واش بصح الغناء كيأثر على المخ؟ كيأثر على الهرمونات. إذا كان الراجل كيسمع النانسي عجرام غادي يولي طالوني، وإلا كانت البنت كتسمع الواي واي اديش لغم البينا. كاينه وتكون. اخر سؤال قبل ما نختموا الحلقه، زيد قول. ما عرفتيش شنو هو السبب اللي خلى الماء والضو يغلاو هاد الشهر؟ كتشعل الماء هنا كيشعل الضو ليه؟ كتجيك الورقه لهنا كتخلصها ليه؟ شكرا.